مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نأنس برفقتكم في حلقة جديدة من لست وحدك. الشرعية ليست جهة ولا أشخاص، كما أنها ليست حصانة من المساءلة، بل على العكس. أن تكون موظفا أو جنديا أو أيا كانت مهمتك في الجهاز الإداري والأمني والعسكري في صف الدولة الشرعية، فذلك أدعى لأن تلتزم بالقانون في تصرفاتك، أن تكون غايتك شريفة ووسيلتك إلى تحقيقها شريفة أيضا، أن تكون ملتزما كل الالتزام باحترام حقوق الإنسان وأمانة الوظيفة. وما لم تكن كذلك فأنت في الواقع لست سوى جندي في صف الأعداء. تصرفاتك هي من تقول ذلك. إذا تسببت في تأخير حق عن مستحق فأنت خارج نطاق المشروعية. إذا باشرت بنفسك أو بواسطة غيرك فعلا ضارا بقيمة وطنية فأنت خارج نطاق المشروعية. إذا سجنت بريئة، إذا عذبت سجينة، إذا خالفت أمرا قضائيا، إذا تغاضيت عن جريمة، في كل هذه الأحوال أنت تتصرف خارج نطاق المشروعية. قبل أيام كان الشاب العدني علي باسل يتعرض للتعذيب في عدن، اختطفه جنود ملثمون من نقطة عسكرية أول الليل، عرضوه للتعذيب والإهانة، وآخر الليل ألقوه على حافة الموت، لكنه لم يمت. كان يمكن أن يكون حديث الناس العثور على جثة شاب وعليها آثار تعذيب، آثار تعذيب لا تقول شيئا عن من عذبها، لكن ما حدث كان أمرا مختلفا، فقد كانت آثار التعذيب على جسد حي يعرف ورماءه جيدا ويعرف متى وكيف يلاحقهم قانونيا. علي باسل زرناه في مشفاه وحكى لنا هذه القصة. قد تم الاعتداء علي من قبل عسكر مقنعين بسبب أن أنا ضاربت واحد من أصحابهم، قام بالتبلطج على واحد صاحب بقالة وسلفنا ويسب، وقامت بكلمه. نحن عيال بلاد، ما فيش داعي للمشاكل، ما فيش داعي، وعيب إنك ترفع سلاحك فوق واحد. قام يسب لي وقام بيسحب أبوه ويسحب والدي، ورفع فوق السلاح وفك الأمان. يعني أنا قاتلت هذا، قمت بتسليبه السلاح. قام يعني شيبة كبير، قال لي يا لو ما ترفع سلاح فوق واحد عزل. أنا لا كلمت الحاج ولا وضحت له ولا حاجة، فكيت المجز من البندق وعطيته للحاج، لأنه قال لي يا لو ما ترفع بندقك واحد عزل. شليت الدبل ما يحقي من البقالة وطلعت الباص الدباب مروح من الساحل. لما عند النقطة حق البيت المحافظ قام باعتراضنا طقمين، طقم قدامنا مقنعين، قاموا بفك الأمانات على نحنا أنا والسواق والراكب اللي وراء، وقاموا يدكمون حنا، يخبطون حنا بالكراسي، وأي حركة بيتم إطلاق النار عليهم، يعني بيقتلون حنا. قلت لهم أنا الوحدي، ما أنا الوحدي مايش، أنا اللهم مع صاحب الباص راكب. قالوا لي انزل، طرحوا الماسورة بظهري، يعني اي حركه بسويها بيضربون رصاص، واحد ماسكنا من يدي الثاني من يدي الثانيه، واحد مدني براسي ماسكنا من راسي عشان ما انتبه ايش اللي من حولي واركز. قاموا يشلونا لفوق الطقم، واحد دكمنا براسي فوق الطقم عسننا يغمى عليه، طلعونا فوق الطقم غمضوا عيوني. هم جماعه مقنعه، يعني ما يشتونا يشوف صورهم.
ممنوع له أي مجهود، أي مجهود ممنوع له. راح يذاكر أثناء مذاكرته يعني في قرمون، إحنا من أبناء تواهي، يعني راح يذاكر في منطقته يعني، يأخذ حاجة من البقالة، واحد من العسكر يسب له صاحب البقالة. طبعا ابني عيب يعني دافع عن الحق، فقام يشيب على اعتداء على ابني، ابني ضربه وسلب المسدسه وقزعت واحد من العقال، رجع له الآلي للعاقل وخلاص بيروح. غمضوا عيوني وضربونا في الطقم، أقول لهم أنا جريح مقاومة، زبطونا ببطني بجزمات، أقول لهم يا جماعة أنا مصاب ببطني، انصبت في الحرب، قال لي عاد نحن ولا سوينا بك حاجة، عادك ما شفت شيء. قمت أنا غطيت بطني عشان ما يزبطونا، يزبطونا بالجزمات، خبطونا براسي وظهري بالبنادق، وغمضوا عيوني قاسين دوروبي في إطار الساحل، دوروبي يعني يمكن حق 8 لفات أو 9 لفات بالساحل، طلعونا نزلونا من الطاقم، طلعونا فوق سيارة يبجي، قاموا بضربي وقال لهم يا جماعة أنا إيش تهمتي، إيش سويت لكم، أنا فرد من أفراد المقاومة ما فيش عليا تهمة، فهموا أنا إيش تهمتي بعدين هتعدمونا، يقول لي سكت يا كلب، يزبطونا ويدكمونا يعني لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة إنهم مجموعة، قل لهم يا جماعة أنا مصاب ببطني عملية يعني طلقة دخلت في بطني، قاموا بطعني في سفي بسكين ببطني، قالوا بنشق بطنك شق وخلي القائد يجي يلحم لك العملية، يسبوا للشهداء شهداء المقاومة اللي ماتوا، انتم يهود انتم كلاب انتم، ودعسونا بوجهي بالجزمات وأنا مكلبش، قاموا بضربي وكلبشوا يداتي وزبطونا ببيبات، خبطونا ببيبات وبعصيان، يزبطونا بالجزمات حقهم، وقاموا يعني يسبوا قائد المقاومة، قال لهم أنا من عائد تواهي مقاومة وقائد يانيس، وسألوا علي يسبوا لي أنا والقائد، وقاموا يستهمون أننا قاعدة وأننا أروق حشيش وأننا عامة الدولة الإسلامية وأننا سكران، وهم اللي كانوا يضربونه هم السكارة يعني، لما دروا أننا قريح وأننا مصاب طعنونا ببطني بسكين فوق العملية، قالوا من شق بطنك شق، شوف بطني ها شوف بطني مرقع الآن هنا إلا برويه فك الآن مروى ومتق وكل حاجة، وسبوا شهدانا يعني ناس ضحت عشان الأرض هذه عشان الدين والأرض، يسبوا شهدانا ويسبوا نحن، قاموا شنقي يعني لما أغمى عليه يحسبونا مت، قاموا قدلونا بالقلوعة عند المقبرة حق اليهود، يعني يحسبونا مت طفيت، يدلوا بالله الله ارحم الراحمين حول لي بعمر جديد والحمد لله. اللي عملوا بقى علي باسل هو فقط لانه يعني عشان الضرب هو واحد عملوا به كذا تعذيب ضرب ورمي، فما بالكم بالذي ياخذوهم من بيوتهم مستعنين يقولوا ياخذوهم من بيوتهم كيف يعملوا بهم؟ عذبوا كم من واحد وكم من واحد خارج من عندهم معوق، وكم من ام اجت لها عندي قرت موضوعي في الفيس قالوا عيالهم لحد الان مختفيين لهم من 10 شهور من 8 شهور، تهمهم ولا اي حاجه، يسبون الناس شرفاء ناس شهداء ماتت وقاتلت عشان الدين وعشان الأرض، عشان هذون الكلاب ما يقول احتلوا ديننا وأرضنا، يقول بالنهاية يسبوننا ويقازون احنا هذه المعاملة، ناس إرهابية ما يعني لا لهم ظهر بالقتال ولا لهم شيء،
أيام ما خان الموت من صدق كانوا مخبائين، ولما أقول خرجوا بنادقهم اقتلبوا رجال على إحنا لو نشتي فوضى ما نغلب فوضى، إحنا ناس مقاتلين الأرض أرضنا، قاتلنا وقفنا بوجه العدو هذا الكلب، بس إحنا ما نشتيش فوضى، نشتي أمن وأمان لبلادنا. هذا الكلام صحيح، نحن من الدولة الذي نشتيها ما نشتيش دولة ترجع بأساليب الأمن المركزي وأساليب التعذيب وأساليب، نحن نشتي دولة مدنية صحيحة تقوم على أساس العدل والعدالة، أما أنهم يعذبون الناس هذا كلام صحيح، هذا الكلام مرفوض أخلاقيا ودينيا ومرفوض دوليا وداخليا، الناس كلها رافضة الكلام هذا لا للتعذيب. اشتكيت المدير مكتب شلال عبد الدائم أقالها عندي وأقولي مكتب وكلاء مكتب المحافظة والنيابة، وقدمت النيابة وقدمت، ولحد الآن لي أنا من تاريخ 22 لليوم اليوم أحد لا قابولي دون الجماعة ولا نصفونا ولا حاجة، عاملين كل يوم بتأجيل كل يوم بتأجيل كل يوم بتأجيل كل يوم بتأجيل، يعني يشتون أنا أنسي قضيتي والله منسيها، بعدين هي مش قضيتي، قضية ناس يعني كم من واحد خرج معه، كم من واحد خرج مكتوب، قضية ابناء عدن كامل، وبالذات 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 يشتون إحنا أصحاب المقاومة. فأنا أناشد رئيس الجمهورية وأناشد المحافظ وأناشد مدير أمن محافظة عدن بأخذ حق ابني، يعني بالذي حصل له، وتسليم الجنه للعدالة، والعدالة تأخذ بقرها. هذا الطالب في كلية الحقوق كان يمكن أن يكون جثة مجهولة يتعرف عليها أهلها بعد أسبوع أو أسبوعين ويطوي قصتها النسيان، وما يزيد من الأسى والأسف هو أن علي باسل ليس المختطف الوحيد في عدن، فعشرات الشبان معتقلون بل مختفون قسريا، شباب أخذوا من المدارس والمنازل والمساجد، بعضهم تعرضت منازلهم للاقتحام بدون ضرورة وبدون أمر قضائي، وكثير منهم اختطف ثم اختفى قسريا، ولا تعرف أسرهم ولا محاموهم عن حالتهم أي شيء. مشاهدين الكرام، فاصل قصير نعود بعده لينضم إلينا من عدن المحامي والناشط الحقوقي فواز العويضاني والناشطة الحقوقية هدى الصراري، لا تذهبوا بعيدا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا، كما أرحب بضيفي الكريمين من عدن المحامي والناشط الحقوقي فواز العويضاني والناشطة الحقوقية هدى الصراري، مرحبا بكما. وأبدأ بالأستاذ فواز، شاهدنا قبل قليل قصة الشاب علي باسل ويبدو أنه نجا من الموت بأعجوبة ليقول لنا هذه الحقائق المرعبة عن حالة حقوق الإنسان في عدن حاليا. أستاذ فواز، أنت واحد من فريق النشطاء المهتمين بقضية المعتقلين والمخفيين قسريا، هل لديكم عدد إجمالي للسجناء والمختفين قسريا في عدن؟ طبعا عقب الوقفة الاحتجاجية الأولى ارتئينا عدم الاعتماد على أي إحصائيات تمنحها من قبل بعض فريق متخصص، وقمنا بتشكيل فريق رصد متخصص وذلك للرصد والتوثيق، وفي آخر إحصائية تم نشرها عبر الإعلام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. كانت الإحصائية تقريبا 116 ما بين معتقلين ومخفيين. نعم. والإحصائية طبعا في تزايد مستمر، حيث بلغت إلى الآن حوالي 140 معتقل ومخفي، ولا زالت عمليات الرصد مستمرة. نعم.
استاذ فواز. نعم، ولا زالت عملية الرصد مستمرة. نعم. متى بدأت هذه التصرفات في الظهور؟ يعني أنتم كناشطين ومتابعين للأوضاع في عدن، متى لاحظتم تحول مسألة الاختطاف والإخفاء والمداهمات إلى مسألة لافتة ويجب عدم السكوت عليها؟ نعم، في بداية الأمر بدأت هذه العمليات بشكل عام في تقريبا في شهر أبريل من العام الحالي، حيث قامت الجهات الأمنية بشن حملات واسعة في محافظة عدن، قامت من خلالها بالعديد من الاعتقالات وذلك للاشتباه. طبعا جميعنا مع الأمن، ولكن يفترض الحرص على تطبيق القانون أثناء تنفيذ تلك المهام، حيث استمرت تلك المداهمات والاعتقالات العشوائية في محافظة عدن وخارجها. البعض تم معرفة أماكن احتجازهم، والبعض الآخر لا يزال في أماكن مجهولة أو مخفيين قسريا. نعم. وفي الآونة الأخيرة ارتفعت وتيرة الاعتقالات مؤخرا لتطال العديد من الشخصيات الاجتماعية. نعم. كمحامي أستاذ فواز، هل التقيت بأحد من هؤلاء المعتقلين يعني في السجن؟ هل تابعتم أي قضية منها بشكل مباشر؟ نعم، حاولنا طرق العديد من أبواب الجهات المعنية للاستعلام عن المعتقلين والمخفيين قسريا. إذن مسألة الاستعلام فقط يعني؟ نعم، لا، بعضها شفاهة وبعض الأخرى بمذكرات كتابية. نعم. للدخول إلى السجن وتفقد أحوال السجناء. نعم. ولكن لم نجد أي استجابة من إدارة الأمن أو إدارة السجن أو أي الجهات أو بعض الجهات الأمنية مثل الحزام. نعم، لا يوجد هناك استجابة من القائمين على السجون وعلى الإدارة الأمنية في هذه الجزئية. نعم، في هذه الجزئية لم يسمح لنا بمقابلة المعتقلين، بتفقد أحوالهم، بالسباحة لذويهم، لمعرفة أماكنهم فقط. لماذا برأيك؟ هل هذا الإجراء يعني هل هم يعني عليهم تهم خطيرة إلى هذا الحد؟ وحتى لو كان ذلك، هل هذا الإجراء قانوني من أهاليهم ومحاميهم من التواصل معهم؟ بالطبع هذا الإجراء غير قانوني وتعسفي، وعطفا على ذلك قمنا بالعديد من الوقفات الاحتجاجية، وذلك الكشف عن أماكن المعتقلين وعلى الأقل تفقد أحوالهم ومعرفة أماكنهم، يعني على الأقل لطمأنان أهاليهم. نعم. ننتقل الآن إلى الأستاذة هدى الصراري، الناشطة الحقوقية في مدينة عدن، لنسألها متى لاحظتم زيادة أعمال الاختطافات والاعتقالات وإخفاء الناس خارج النظام والقانون؟ طبعا بداية هذه الاعتقالات كانت ازدادت وتيرتها في بداية شهر إبريل من هذا العام تحت مسمى الاشتباه بالإرهاب. وتزايدت أعداد الشكوى من قبل الأهالي لفريق المعتقلين، متابعة شؤون المعتقلين والمخفيين قسريا. وبالتالي اضطرينا إلى تشكيل هذا الفريق من أجل متابعة الإجراءات القانونية أثناء القبض والمداهمات، وكذلك لمتابعة مصير هؤلاء المخفيين والمعتقلين في سجون عدن. نعم. كيف كان تجاوب السلطات المختصة معكم أستاذة هدى؟ هل كان هناك تعاون أم مماطلة، أم كما أشار الأستاذ فواز أن التعامل كان سلبيا بالمطلق؟ طبعا هناك للفريق طبعا عدة لقاءات مع السلطات الأمنية في محافظة عدن. كانت السلطات الأمنية لإدارة الأمن في محافظة عدن أو سلطة الحزام الأمني. هناك تجاوب طبعا من قبل السلطات، ولكن ليس أثره على الميدان كبير بما يقابل من عدد متزايد من المداهمات والاعتقالات بالنسبة للأشخاص الذين تم اعتقالهم وإخفائهم. وكذلك يعني ليس بالمقابل ما نفعله نحن كفريق ونتابعه من قضايا للمخفيين قسريا. طبعا هناك تجاوب، ولكن تجاوب بدله على الميدان، يعني مواعيد وإحالات ومن هذا القبيل. يعني هناك مواعيد عقد لقاءات، ولكن لم نلقى أي أثر على أرض الواقع. نعم. نعود للأستاذ
نعود للأستاذ فواز. أستاذ فواز، هل لا يزال هناك معتقلون منذ أبريل 2016 إلى الآن ونحن في الشهر الأخير من هذا العام؟ نعم، وفقا لحالة الرصد وعمليات الرصد والتوثيق، هناك حالات من قبل حتى شهر أبريل تم التحفظ على بعض المواطنين للاشتباه كما أسلفت الأستاذة هدى. نعم. ولا زالوا إلى الآن في المعتقلات ولا نعرف مصيرهم. وبعضهم مختفين كثيرا. بودي أن أسأل عن حالة الجهاز القضائي في محافظة عدن، هل عاد للفاعلية أم أنه لا يزال في حالة يعني شلل منذ الاجتياح؟ القضاء في حالة شلل تام، والقضاء هو أحد أهم الأسباب التي تواجه هؤلاء المعتقلين. في غياب القضاء أضحى مشكلة كبيرة وسبب في انتشار الفوضى واحتقان الشارع وغضب الأهالي، حيث غياب القضاء لا سيما القضاء الجنائي. لكننا سمعنا عن عودة بعض النيابات للعمل وتداولت أنباء حول ذلك. نعم، النيابة الوحيدة هي نيابة الأمن والبحث، وهي نيابة الوحيدة المختصة التي تقبل البلاغات والشكاوى فقط، وأقصى إجراء تقوم به هو إحالة الشكاوى أو البلاغ إلى إدارة البحث، وبعد ذلك لا يتم إحالة أو إرجاع الملف للنيابة لاستكمال التحقيق، أي يبقى الملف أو الشكوى هذه في الدرج. نعم. السبب يعود أن باقي النيابات المختصة نوعيا ومكانيا لا تعمل، والمحاكم لا تعمل، وبالتالي بمعنى أن النيابة لا تفتح تحقيقا أو تفتحه إلى الدرج. نعم، لا يوجد تحقيقات، لا يوجد عمل تحقيق، لا يوجد، فقط استقبال الشكاوى وبلاغات وأي حالتها مرة أخرى. نعم. إلى إدارة البحث أو الشرطة المعنية. نعم. أستاذ هدى، أنتم كناشطين في المجتمع المدني، هل قمتم بعمل لتحريك الوضع القضائي؟ يعني هل قمتم بأي فعالية، أنشطة، بيانات، تشبيك مع منظمات أخرى؟ ما هي إجراءاتكم كمجتمع مدني للمطالبة بتفعيل دور القضاء؟ طبعا المجتمع المدني في محافظة عدن العديد من الأنشطة والعديد من اللقاءات والعديد من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بإعادة تفعيل دور القضاء والنيابات في محافظة عدن، وقد طرقنا العديد من الأبواب من السلطات المحلية والسلطات الأمنية وذوي الاختصاص، وأعطينا الكثير من البيانات وسلمناها للحكومة اليمنية من أجل إعادة تفعيل القضاء في محافظة عدن، وهو متوقف طبعا من قبل الحرب بالسنة والآن متوقف من بعد الحرب وأكثر، لكن دون جدوى، ولا نعلم ما هي الأسباب الحقيقية وراء تعطيل القضاء في محافظة عدن. نعم. والتلاعب بجعل القضاء يعني واقف غائبا، وبالتالي وبالتالي. نعم. الأمور في محافظة عدن ما زالت في ضبابية، قضاء لا يعمل، النيابات متوقفة، أمور الناس متعلقة فيما يخص القضايا الجنائية، يعني قضايا فقط بسيطة جدا، وهو القضاء المستعجل هو الذي يعمل في المحاكم، بقية القضايا طبعا متوقفة. نعم. بعد هذه الأنشطة ما الاستجابة التي لمستموها من السلطات؟ طبعا للسلطة القضائية في محافظة عدن مطالب عدة من أجل تحقيقها للعودة للعمل، وهي أولا وجود نفقات تشغيلية لإعادة العمل في المحاكم. لا يوجد مقرات للمحاكم في محافظة عدن، طبعا البعض منها هدن في الحرب والبعض سرق، وبالتالي للقضاء مطالب على الحكومة أن تستجيب لهذه المطالب حتى يعود القضاء للعمل في محافظة عدن، لكن للأسف هذه المطالب لم تلقى آذان صاغية من قبل الحكومة من أجل العودة للعمل، وبالتالي ما زال القضاء متوقفا حتى هذه اللحظة. نعم. نعود للأستاذ فواز للسؤال عن حالة اليوم، وهي حالة المجني عليه علي باسل، إلى أين يتجه مثل علي باسل بشكواه، ومن يمكن أن يعني ينصف هذا الرجل؟ حقيقة في غياب القضاء، وطبعا هو الملجأ الوحيد لجميع المواطنين، لا يوجد ملاذ آمن يستطيع أن يلجأ إليه،
ولكن وفقا لتجاوب بعض الجهاز يبدو اننا فقدنا الاتصال. ننتقل بذات السؤال للاستاذه هدى، الى اين يمكن ان يلجا علي باسل ومن مثل علي باسل؟ مفترض ان يلجا علي باسل في مثل هذه الحالات بتقديم شكوى مباشره الى النيابه وتحريكها في القضاء، لكن مع توقف هذان الجهازان سيضطر علي باسل وغيرهم من الشباب إلى أن يظل على هذا الحال إلى أن يعود القضاء والنيابة للعمل في محافظة عدن. لا يجب أن يظل الأمر معلقا، تنتقل المسؤولية من الأدنى إلى الأعلى. إذن يجب أن تنتقل قضية علي باسل في تصور الشخصي إلى وزير العدل، إلى وزير الداخلية، إلى محافظ عدن، إلى يعني المسؤولية يجب أن ترتقي. فعلا في ظل غياب سلطات الدولة مثل ممثلة بالقضاء والنيابة، فإن سلطة شريعة الغاب هو الذي سيكون حاليا في عدن. لكن نحن نطالب من هذا المنبر ومن كل المنابر الإعلامية بأن تعود النيابات والقضاء للعمل في محافظة عدن، وأن تلبي الحكومة مطالب القضاء والنيابة للعودة، منها النفقات التشغيلية وتأمين الحراسات وتأمين كذلك المقرات وإعادة المقرات للعمل في محافظة عدن، اللي هي مقرات النيابات والمحاكم. إذن ونحن نضم صوتنا إليك أستاذة هدى الصراري، كنت معنا من عدن، شكرا جزيلا لك، والشكر أيضا موصول إلى الأستاذ فواز العويضاني، شكرا جزيلا لكما. نتمنى العدالة الناجزة لعلي باسل ولكل من انتهكت حقوقه سواء في عدن أو في بقية المناطق الخاضع للسلطة الشرعية. أعزائنا انتهى وقت هذه الحلقة، نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. علي باسل تم الرصد، في أمان الله.